ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. خضعت الفنانة المحبوبة أسماء المنور لعملية جراحية كما أعلنت عن ذلك في رسالة خطية على حسابها على الفيسبوك والإنستغرام. وكتبت الفنانة أسماء المنور بالحرف: شكرا جزيلا لكل أفراد عائلتي وأصدقائي الذين غمروني بمحبتهم وباقات ورودهم. الحمد لله العملية الجراحية تكللت بالنجاح بفضل مجهودات الدكتور المدني وطاقمه الطبي بأحد مصحات مدينة الدار البيضاء. نسأل الله أن يشفي كل مريض، ولكم مني أطيب التحيات والقبولات، أحبكم. وعن تفاصيل العملية، فقد أجرت الفنانة أسماء المنور عملية استئصال المرارة. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.